عسلامة ومرحبا بكم على قناة الجنوبية في برنامج قضية رمضان. احنا اليوم متواجدين في بلاصة مزيانة برشا، بلاصة ناسها طيبين وحنن القلب وديما يرحموا بعضهم. احنا اليوم موجودين في بلاصة فيها حاجة مزيانة برشا وبنينة برشا، اللي هي تصور انت كعك بالتمر وفي الطابونة، ما تنجم تكون كان ماز تميم. اليوم احنا ماشيين مرشي ماز تميم باش نشوفوا ناسها باش يرحموا بعضهم والا لا. يلا نمشيو مع بعضنا الكلنا المرشي من زيت تمي. صباح الخير، عسلامة. عسلامة مدام، شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ مرحبا بك. صحتك لاباس؟ الحمد لله. ان شاء الله رمضانك مبروك علينا وعليك. ان شاء الله اجمعين دايما يا رب. دايما عايشك. احنا جينا من قناة الجنوبية في برنامج قفيفة رمضان، شوفوك انت بشنو تنجم تعاوننا باش قضيتك توصل للي يستحق. الله يبارك، ماشي مزية. ربي يبارك. عايشك. الله يبارك. عايشك. يعطيك الصحة وربي يبارك لك وربي يطول في عمرك إن شاء الله. عايشك. 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 كان تقول لي فماشي إقبال من عند المواطنين كالعادة؟ لا 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 لا، 30% على عملة. نقص كبير. لهالدرجة؟ كورونا أثرت تأثير كثير جدا. برشا برشا. وشنو الأسباب؟ أسباب كورونا، فماش فلوس، فماش حتى عملة ولا فما كورونا؟ لا لا، سنة أكثر. سنة أكثر. فماش بكله، فماش كوميرس. واحدة واحدة والناس كل ربي معاها. أما زادة كي نجيو نشوفوا الخضرة والغلة وكل زاد تغليت على عام. في المتناول. بالنسبة تو فان سيزون، بالنسبة للتفاح والبروكلين، بالنسبة للطبيعة شطام غالي. بالنسبة للطماطم والفلفل والبطاطا عادية، نسوم عادية جدا. معناها في متناول الجميع. الجميع. معناها الزوالي واللي لاباس واللي مستورة ينجم يعمل. يشري ب 4000 كيف كيف. نسوم تقول من دينار ل 4000 موجودين. فهمتك. عايشك بارك الله فيك، ربي يجيب القسم إن شاء الله. عايشك. عايش. عسلامة، صباح النور. نهارك زين، مرحبا بك. لاباس عليك. تبارك الحمد لله والشكر لله. إن شاء الله رمضانك مبروك قبل كل شيء. علينا وعليكم على جميع أمة سيدنا محمد. أمين يا ربي. احنا جيناك قناة الجنوبية. جبنا قفيفتنا معانا. باش نشوفوك وشنو تنجم تعاوننا باش توصل اللي يستحقها اليوم. الله يبارك، لا ما عندناش حتى إشكال. قادرين نعاونوا الزوالي، ما فيها باس. عايشك ربي يبارك. رحمة. بك أكثر. عايشك. 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 الله يبارك. عايشك. عايشك. سنين دايما. وربي يفضل الجميع. امين. تفضل. عايشك ربي يبارك لك. برا ربي معكم يا سيدي. ربي يكون عويكم وان شاء الله بالتوفيق. ميرسي. عايشك. سلامة. صباح الخير. عسلامة. لاباس؟ والله لاباس، مرحبا. صحتكم لاباس. جنوبية. نجم ندخل بحذاك؟ عايشك. شنية الأجواء في السوق؟ أجواء أسواق مفهومة على الجميع،
هاني السلعة بريمي شوية، اللهم صل على النبي. دور لك اللحم غودي، هذا اللحم بقي روايات، اللحم بريمي كاليتي وانا وفيري. وشني الاسوام برك؟ اسوام معنا متناول الجميع، من 25 حتى ل 16 دينار الكيلو. شنو الفرق؟ الحم مخلط، الحم بالعظم، وفما الهبره واللونتركوت والفوفيلي. الحم السوري ب 25، والحم الاخر مخلط ب 16 دينار وب 17 دينار. وفما اقبال؟ سامحني؟ واللحم بريمي شوا، شرط الشري الوحيد في الحم بريمي شوا. وفما اقبال من عند المواطنين السنة؟ فما اللهم صل على النبي، كل يوم نخدموا ونذبحوا، كل يوم الله يبارك ويزيد، ربي يطفي علينا الزمره تاع الكورونا كاو. امين يا رب. هذاك الشدوق يزيد. احنا جيناك من قناه الجنوبيه في برنامج قضيه رمضان، شوفوك شنجم تعاوننا باش قضيتك اليوم توصل اللي يستحق. الله يبارك يا اختي، الله يبارك نجم. عايشك يبارك لك. ربي يبارك لك، عايشك. عايشك. امين عايشك، ربي يجيب لك القسم ان شاء الله، وان شاء الله عيدكم مبروك يا ربي. مبروك اختي، عايشك. عايشك علينا وعلي. عايشك ربي يفضلك. صباح الخير. صباح النور. نجم ندخل بحذاك؟ عايشك. صباح النور. بخير، مرحبا بك اختي. صحتك لاباس؟ والله الحمد لله. ان شاء الله رمضانك مبروك. ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير اختي. شنو اجواء السوق؟ والله الحمد لله رب العالمين، لاباس. تو حاليا ما عندك كل شيء متواجد، اللحم موجود، الخضره موجوده، كل شيء موجود، واللحم في المتناول للناس كل. شنو الاسوام؟ والله الاسوام فما عندنا الهبره نبيعوا فيها ب 25 دينار. اللحم بالعظم فما ب 16 دينار كما اللحم هذاك. فهمتني؟ عندنا اللحم الكرومه ب 20 دينار، برشا سومات. العلوش غالي شويه، العلوش مش موجود. العلوش هو مش موجود. شنو مفقود؟ العلوش مفقود، خاصة العلوش البلدي مفقود. غالي معناها؟ غالي برشا، غالي برشا، غالي برشا. غالي برشا، وقاعدين نقاسيو شوية من العلفة نتاع الحيوانات. العلفة نتاع الحيوانات كيما بلطة بنا عملناها تخدم 6000 فرنك و 5000 فرنك، السنة تخدم معناتها ب 17 دينار تو. و 18 دينار. بلطة القرط توصل ل 22 دينار. والعلوش من السنة العباد تبدا تربي من تو للعيد باش تخليه للعيد، ما فماش علوش السنة. أنا ولا اللي بشي ربي بشي ولي بالخسارة، ما عادش بالربح. بالخسارة فماش ربح، والمطر والمطر جاتنا مخر شوية. فهمتني؟ هو توت بحول الله لاباس، بحول الله تصلح روحها إن شاء الله يا رب. فما إقبال من عند المواطنين كالعادة على الحم ولا؟ أمس موسم النص تبارك الله، أمس معناتها خدمنا بالكدا بالكدا، بس اليوم معناتها كي جاي نهار خفيف شوية. فهمتني؟ دون نهار ثلاثة اليوم السوق نتاعنا معناتها، فهمتني؟ أما اليوم يجي مرخوب شوية، علاش؟ خاطر أمس خدمنا بالكدا بالكدا، أمس ونهار الأحد خدمنا بالكدا بالكدا، خاطر ماك تعرف موسم النص تبدا الناس كل تحضر و وتو حب تقص حب تقل بطبيعتها حتى شي موسم 27، الناس حب تتلهى في الحلو وتتلهى في الحوايج والعباد ما فماش فلوس بالكل. ربي يجيب القسم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله الازمه نتاع الكورونا هذه تتنحانا اخويا ان شاء الله. امين يا رب. احنا جيناك من قناه الجنوبيه في برنامج قضيه رمضان، شوفوك شنو تنجم تعاوننا باش القفه توصل اللي يستحقها اليوم. نعاونوا بشويه الحم، ونعاونوا بكتب من ربي. عايشك ربي يبارك لك. اكيد ربي يبارك لك وربي يجيب لك القسم ان شاء الله. ان شاء الله ربي معك. عايشك. ان شاء الله عيدكم مبروك. امين امين. عايشك. صباح النور. عسلامة. صباح الخير. مرحبا بكم. صباح الخير. لاباس عليك؟ الحمد لله. صحة لاباس؟ الحمد لله. ان شاء الله رمضانكم مبروك. ان شاء الله رمضانكم مبروك. عسلامة. شكون مولاي المحل؟ انا وبابا. ما شاء الله ربي يفضلك. ظاهر فيه الحانوت هذا ابا عن جد هكا ولا؟ اي مازلنا جدد، احنا تعانا 3 سنين في الميدان من اللي دخلنا الميدان.
باه احنا جينيكم من قناه الجنوبيه في برنامج قضيه رمضان باش نشوفوا بشنو تنجموا تعاونونا للي يستحق القفه اللي باش تمشي له اليوم. مرحبا بكم. مرحبا بيكم. عايشك ربي يبارك لك. فما اقبال من عند المواطن في الشراء؟ نهار ثلاثه وقت تشوف نهار سوق وقت تشوف شويه شويه باش خاطر الناس كل طيبه كسكسي البارح. الناس ميزره الدنيا ميزره طريف طريف. معناها مش كي عم ناول. مش كي عم ناول ومش كي في ولد عم ناول. زعما علاش؟ الدنيا ميزره الناس ما عندهاش فلوس ما عندهاش. شنو هو السبب اللي نشوفوه هو اللي مسيطر على الحكايه هذه؟ فارغ جيبوا فارغ. المواطن جيبوا فارغ. حتى اللي يكون مش مسانسيش ب 50,000 ياخذ ب 20,000. فهمتني؟ مواطن جيبوا فارغ. يعني تحس انت فما مواطنين كانوا قبل يقضيوا مثلا كيلو ولا ياخذوا رطل؟ ياخذوا كيلو ولا ياخذوا فرطل، كان يجي كل يوم ولا يجي بعد ثلاثة ايام، فهمتني؟ مواطن جيبوا فارغ. معناها الظروف مش هي اصلا. الظروف مش هي في اي ميدان، في اي خدمة، مش حتى في الزارة ولا في واحد، في اي خدمة. فهمتك، ربي يفرج. الحمد لله ربي يفرج. عايشك. ان شاء الله يا ربي عايشك. يعطيك الصحه. عايشك. ربي يبارك لك. عايشك. ميرسي. ان شاء الله عيدكم مبروك يا ربي. عايشك. صباح الخير. على السلامه. رمضانكم مبروك. ربي يبارك فيك. شنو احوالك؟ الحمد لله. صحه لاباس. لاباس كل شيء لاباس. شنو هي الاجواء نتاع رمضان؟ ندخل بحذاك ما يسالش. احنا برنامج قفة رمضان من قناة الجنوبية. شوفوك شنو تنجم تعاوننا باش القضية تمشي للي يستحقها اليوم. يا ربي سهل ان شاء الله. عايشك ربي يبارك لك. ربي يبارك لك ان شاء الله. صورنا المرقيز يا ماهر شاه يا وين. شنو هذا السبيسيال اللي فيه؟ لحم صافي. لحم صافي. والفاح. الفاح، التابل، بسباس، كرويه، نعناع، كل شيء، زيت زيتونه. أكيد فما حاجة هكا ما تقولش عليها سر المهنة. لا لا والله كل شيء ناتوريال، كل شيء قدام العباد، نريحي والمرقاز واللحم قدام الكليانات والناس الكل يعرفوه. معناها نفس الحكاية. ها؟ الحكاية نفس. هاي هاي. هاي باهي. اقرب لي شوية. حكاية اللحم فهمتي. كيفاش حكاية اللحم؟ اللي يتفرم ويتخدم ويخرج مرقاز. وشنو هي نوعية اللحم اللي يلزمها تخرج من؟ لحم عجول واللحم صافي. معناها هابرة. هابرة هابرة هابرة. ما نحكيو كان على الهبرة هاك تغزر له انت. ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك لك. ان شاء الله عيدكم مبروك. ان شاء الله. عايشك ربي يفضلك. ان شاء الله. عايشك ربي يبارك لك. يلا شاي طيبة. صباح الخير. عسلامة. سامحني. صباح النور. صباح الخير. مرحبا. لاباس عليك؟ الحمد لله ومرحبا بكم. ان شاء الله رمضانك مبروك قبل كل شيء. عام واحد حي بخير. عايشك. احنا جينيك من قناه الجنوبيه في برنامج قضيه رمضان، شوفوك شنو تنجم تعاوننا. مرحبا بكم. الله يبارك سيدي. تفضل. هذه الفاحات نتاع اللي لازمه زاد. يزونا من الخضره ومن اللحم فهمتني ومن البرنامج هذاكم حتى الفاحات حاجه لازمه زاد. أيوة. كل يوم نهزوا فاحات ما شاء الله. كان تقول لي فما اقبال من عند المواطنين كالعاده في رمضان ولا؟ فما خير يا ربي. فما الخدمه ولا باس الحمد لله. خير من عمناو ولا تعمناو.
وانا بالحق تو السنة اول واحد يقول لك لماذا لا هاني قلت لك انا السنة لاباس خير ما نعملوا ولا تعملوا ما يغشوا فينا الكل لا لا كلها تضرب في اللغه وبر فما خير ربي والناس كلها عايشه ولا بس عليها رب وانا بالحق من التونسي يستانس بالشكوى وكها يعطيك الصحه هذيك هي لغه ولا جديده عنا وكها فما شيء اكثر منك هاي شنو الاخر؟ معناتها اموره متنففه لا لا بس كلها تاكل وجوها باهي وتاكل في الجبونات وفي الطن وفي اللحم وفي الدنيا الكل معناها فما بيوع في الطن في الفرما في المواد اللي هي ماهيش لازمه نورمال كل شيء كل يوم نعبيه ونعاودوا السلعه من اول جديد ما شاء الله ربي يجيب لك القصر كل المجازانات وشوف ولي حتى في المارشي كل يوم ذبايح كل يوم الخضره والغله داخل جديد فماش راه ولا بالحق انا في المارشي من الصباح لليل ما شاء الله كلها لغه راه هو كهو رسخت عايشك عايشك ربي يبارك لك عايشك تونس بكل خير وغير العباد تحمد ربي وتشكر ربي وكهورة الحمد لله ليه بالحق عرفنا لتوصي لتوصي رحمة فهمت غير العباد والله العظيم راه ضربان لغة وكهو والله العظيم كيما نحكي تتأكد المعلومة هذه قلت لك المعلومة هذه بكلها تخدم وبكلها تربح وبكلها لا بأس عليه وبكلها تقضي زيد فهمتني ياسر صراحة ايه صريحة على الآخر هذيك هي هذاك الموضوع هذاك الموجود أختي أخي باش نقول لك ليه وما فما شيء أي أمانة كي ندور السوق الكل ونشوف الناس الكل تتشكى وين السر؟ شيء هبت شدك برا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير عايشك وبعد الزوالي وقعوا امين امين ربي يجيب لك القسم ان شاء الله عايشك شيء طيبه بسلامه شنو هي الاجواء في السوق؟ والله الاجواء لاباس اما راهو الزوالي مش خالط رمضان الصيف بالاخص مش خالط بكل وشنو الاسباب؟ خمسه اسباب كورونا اسباب شنو؟ الزوالي مش قاعد يخدم المرا ماجي البياض أنا ما شكون نخدمه، نخدمه مع اللي يقبض في الشهرية ليه؟ نخدمه مع الزوالي، رماجي البيار البياض، هذاك نتعاملوا معاه. أما حتى شمتوا الشهر زاد راهو يقبض في مليون، ما يوصل باش الشهر الجاي راهو المليون تلقاه مسال عند العطار وعند الززار وعند الدجاج راهو. الناس كنا نعانيو غير المعيشة. والأسوام غليت على عمناون. قلت لك غير المعيشة، ال 100,000 نمدها للعازب ما تصرفوش. واش المدة اللي عنده عيلة؟ وانتم زادة تشريوا بالغالي دونك تتلازوا تبيعوا بالغالي؟ غالي نبيع بالغالي، والمواطن راهو مواطن هنا يعني بلادنا صغيرة، الناس كل نعرفوا بعضنا، ما أنا بتقولوا بأربعة وخمسة مش تغشوا، يعرف اللي هو الدجاج بأربعة وخمسة، بثلاثة وسبعة قعدنا نبيعوا بثلاثة وسبعة، والفلاح زاد يحليله زاد راهو، وصل عنده عامين يخدم بالخسارة راهو، ما نبداش نضرب على المواطن برا، الفلاح ما عندوش شكون يدعمه راهو، ما عندناش دولة تدعم الفلاح راهو. طرنات العلفة راهي ولات ب 1370 نمرو الجرانولي ني 200 ب 1450 وبتبيعوا له انت ب 3000 دجاج في البطيخ ما يتكلم له ب 3 و5 ما عندوش شكون يدعمه بالخسارة معنا 100% عباد يغزر لي كان نحكي لك للصباح ما فيش حكايتي على الفلاح وصل الفلاح نتاع العظم عامناه اللي يعرفوه الصفاقسية راهو نحبك تعدي عامناه الصفاقسية الكل يعرفوه من مسالف الميرات شلق روح في وسط البطيخ مثل العظم نتاعو راهو والصفاقسية الكل تعرفها خاطر العظم كل جاي من صفاقس شوي شوي احنا من لاني هكا فرجها ربي فرجها المولى عايشك الموضوع انا نحكي له قلت لك للصباح ما يسالش عايشك ربي يبارك لك ما شاء الله اليوم احنا متواجدين في ملز تميم في السوق الناس الكل وقفت معنا والناس الكل مدت يد المساعده والناس الكل حابه تتعاون بما انه اليوم زاد كيف كيما تعودنا بخير التوانسه اللي هما يد واحده لمينا زوز قفاف باش يمشيو لزوز عائلات مش عائله واحده ان شاء الله نفرحوهم وندخلوا لهم الفرحه لديارهم احنا تو متواجدين في الحومة الاولى في ملز تميم باش ندقوا على الدار الاولانيه باش نعطيوها قضيتها وان شاء الله نفرحوها معنا
عسلامة عسلامة يا حاجة، لاباس عليك؟ الحمد لله عايشك لاباس. شنو أحوالك؟ الحمد لله لاباس. كان تعرفنا بروحك يا حاجة، قداه عمرك؟ 49 سنة. 49 سنة. شكون يصرف على الدار؟ الوقت الحالي يعني خواتي يعاونوني، عندنا راجل دوبا متوفي، عندي حكاية شهرين. عندك صغيرات؟ ثلاثة. يقراو ولا يخدموا؟ يقراو ثلاثة. الكبيرة تقرا تروازي. وانتي الدار هذه ملك ولا كري؟ لا كري. والكري غالي؟ هو كري قديمة، مولاتها تحب عليها، تحب على دارها. تحب تخرجك؟ تحب على دارها. ربي يفرجها يا حاجة. احنا جينيك من قناة الجنوبية، جبنا لك قضية ان شاء الله تقبلها منا من عند اهل الخير في المرشي متاع منزة ميم. فرحوا بيكم الحق متاع ربي، وكانوا في المستوى واكثر. ندخلوا القضية. يعطيك الصحة عايشك. احنا توا كملنا من دار الاولانية، مش نتجهوا ديريك للدار الثانية، وان شاء الله فرحوهم معنا. احنا تويكا وصلنا سيدي سالم في منزة ميم للدار الثانية اللي باش نعطيوها القفة، ان شاء الله تقبلها منا وان شاء الله ندخلوا لها الفرحة يا ربي. عسلامة لاباس عليك؟ مرحبا بيك. عسلامة. شنو أحوالك؟ الحمد لله لاباس. صحتك بخير؟ الحمد لله لاباس. إن شاء الله رمضانك مبروك قبل كل شيء. سنين دايما زادة، ربي يفضلكم ربي يبارك لكم. عايشك. كان تقول لي شكون يسكن هنا؟ نسكن أنا والدي. لاباس، ولدك يخدم ولا؟ ما يخدمش، قلت لرئيس البلدية والمعتمد مشيت له سي فيصل وكل درت عليه ما لقاش. علاش هو ما يخدم؟ ما شنوش يخدم، ما لقاش خدمة. دار ما لقاش خدمة. دار هذه ملك ولا كري؟ لا كريتها. وغالي الكري ولا؟ 130. ومنين تخلص فيه؟ لقت في الدباب ساعة وجيتها. طوطا وجيت. لقت في الدباب باش تخلص الكري؟ باش تخلص الكري نشدو نفس ماكينة وكل. والمصروف؟ مصروف أنا نمشي نطلب في الجامعة. فهمتك. راني يعرفوني الكل، نمشي كل ليلة هذيك باش نصرف. ربي فرج عليك يا ربي. احنا من قناة الجنوبية جبنا لك قضايا ان شاء الله تقبلها منا من عند اهل الجود والكرم في السوق، يعطيهم الصحة. من زدني مليون كانوا في المستوى ما شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك لهم ويبارك لكم انتم، زاد اللي صحيتوا للخير. عايشك يا حماديكم. والله العظيم نهار الجمعة زيت ورقة السلاح حبيب، قلت خلص لي الضوء تقسيط لخر معناه، قال لي ما انا عندي ما نعملك. يفرجها ربي يا حاجة، يفرجها ربي. ندخلوا القضية. عاتوا ندخلوا لك القضية. منزة ميم يا منزة ميم، بالحق ناس منزة ميم كانوا عند حسن الظن أكثر، بالحق أبهرونا وحشمونا على رواحنا اليوم، كانوا عند حسن الظن، عاونوا برشا برشا. اليوم بالحق تمكننا أننا نحن نفرحوا زوز عائلات مش عائلة بركة، هزين لهم القضية فرحوا بها، ناس مستحقة، ناس طالبة الإعانة، وإن شاء الله ربي يكون في عونهم وإن شاء الله ربي يعاونهم ويرزقهم. بالحق ناس منزة ميم يعطيكم الصحة، كنتوا يد واحدة وأكثر، عاونتوا باللي تقدروا، عاونتوا بمحبتكم زيدا وبضحكتكم، وانكم انتم تعيطونا من بلاصة لبلاصة، يعطيكم الصحة ويكثر خيركم. كانت هذه حلقتنا اليوم في منزل ميم، ان شاء الله نتقابلوا في حلقة جاية في بلاصة اخرى مع قفة رمضان. شاية طيبة للجميع.